بداية عرضنا لما جاء في بعض من الصحف الدولية سيكون من صحيفة لوموند الفرنسية التي عدت لعدد من الأحداث الدولية بدءا بأزمة الطاقة التي تهدد أوروبا مرورا بأزمة تايوان والصين وأيضا تطورات الوضع في أوكرانيا. خصصت أيضا صحيفة لوموند لما يجري في قطاع غزة مقالا تحت عنوان هجوم إسرائيلي قاتل على غزة، فيما لم تخصص نظرتها صحيفة لو فيغارو الفرنسية أي إشارة في وجهتها الأولى لأحداث في غزة، حيث خصصت صفحتها الأولى لهواية الفرنسيين الجديدة السير في الجبال. بالانتقال إلى الصحافة العربية مشاهدينا وبالتحديد يومية الشرق الأوسط، فقد تصدر عنوان إسرائيل وغزة تتبادلان أقول الضربات في حرب محدودة. المقال هذا تطرق إلى إدانة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، في إشارة إلى أن الأنظار تتجه إلى القاهرة التي تسعى بحسب كاتب المقال إلى الوساطة من أجل التوصل إلى التهدئة. جريدة الأخبار اللبنانية مشاهدين من جهتها خصصت صفحتها الأولى لما أسمته العدوان في مقال بعنوان غدر غزة إسرائيل تغامر. كاتب المقال يقول فاجأ العدو الجميع بإطلاق عملية عسكرية ضد قطاع غزة بدأها باغتيال أحد أبرز قيادي سرايا القدس الشهيد تسير الجعبري، وإذا كانت خلفية هذا القرار المباغت ومآلاته لم تتضح بشكل كامل بعد، فالأكيد أن العدو لم يكن ليحتمل أياما إضافية من حالة الوقوف على رجل ونصف التي فرضتها عليه الجهاد. بالانتقال إلى يومية العربية الجديد، اختارت صحيفة التطرق على صفحتها الأولى لأهم نزاعين على الساحة الدولية، يتعلق الأمر بنزاع تايواني الصيني إلى جانب ما يحدث في قطاع غزة. المقال المخصص للعدوان على القطاع جاء بعنوان مواجهة العدوان بوحدة الساحات، في إشارة إلى التفاف كل الفصائل الفلسطينية على ضرورة صد العدوان الصهيوني. كاتب المقال أشار إلى الفصائل القطاع تؤكد خوضها هذه الحرب بشكل موحد. نختم مشاهدينا هذه الجولة الصحفية مع يومية القبس الكويتية التي عنونت صدر صفحتها الأولى أوقفوا جرائم الكيان الصهيوني، وفي التفاصيل جاء أن الاحتلال يعتزم توسيع عدوانه على القطاع في تأكيد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني. كانت هذه مشاهدينا أهم العناوين الصادرة هذا الصباح، طبعا جولتنا في الصحافة متواصلة، فقرة قراءات تأتيكم بعد قليل.